السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص والذي نسلط فيه الضوء على عمق العلاقات القطرية التركية وآخر الأحداث التي شهدتها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول في محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش التركي، وقوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في أغلب المدن التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية. الآن دعوني أرحب معكم بضيوف الكرام من أنقرة. معنا عبر الهاتف سعادة السيد سالم بن مبارك الشافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، ومعنا في الاستوديو السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبد الله العذة رئيس تحرير جريدة العرب. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أهلا. وفي بداية هذه التغطية ننتقل إلى أنقرة مع سعادة السيد سالم بن مبارك الشافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. أهلا وسهلا بك سعادة السفير، وبداية يعني الحمد لله على سلامتكم، وكيف تصف لنا قوة العلاقة القطرية التركية خاصة خلال الاتصال الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي هنأه خلاله على التفاف الشعب التركي الشقيق حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. كرام الأخ العزيز سامر الحرمي والأخ العزيز عبد الله العذبة والأستاذ المشاهد. أشكركم بداية على استضافتي وإتاحة الفرصة لي للتعليق على التطورات التي حصلت أمس أول من في تركيا. بخصوص مكالمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى أخي فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ما يهمني أن أؤكد هنا بأن سمو الأمير هو القائد الوحيد الذي اتصل بالرئيس التركي قبل حسب الموقف وإفشال الانقلاب نظاما مع السلطة الشرعية المنتخبة ورافضا المحاولة الانقلابية. وهذا إن دل على شيء كما يدل على الالتزام الفتي والصادق بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وعلى الموقف المبدئي الأصيل والشفاف دولة قطر في تأييد السلطات الشرعية المنتخبة أينما كان، ورفض الانقلابات العسكرية التي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار ورفاهية الشعوب وتدفع المنطقة إلى مزيد من الخراب والدمار. العلاقات القطرية أخي العزيز التركية علاقات استراتيجية راسخة ومتينة، ومرت بعدد كبير من الاختبارات والتحديات أيضا خلال المرحلة السابقة، وقد أثبتت بكل مرة أن هذه الاختبارات تجعلها أكثر قوة ومكانة وصلابة. والاختبار الأخير المتمثل في هذه المحاولة الانقلابية واتصال سمو الأمير حفظه الله وكذلك بيان وزارة الخارجية القطرية أكد على هذا الأمر. يعني مسار العلاقات بين البلدين سيكون دائما بصعود إن شاء الله. نعم سعادة السفير، كيف تقرأ الإدانة والاستنكار الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة ووقوف دولة قطر قيادة وشعب وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية؟ طبعا نحن موقفنا في دولة قطر مما جرى في تركيا كان واضحا وصريحا منذ اللحظة، وكنا أول من أصدر بيان عبر وزارة الخارجية بدعم السلطة الشرعية في تركيا والوقوف إلى جانب الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية خلال الأحداث التي جرت. البعض كان يقول بأننا أمرنا بإصدار البيان على اعتبار أن الانقلاب كان من الممكن له أن ينجح، لكننا عملنا وفق مبادئنا ووفق ما نؤمن به وأصدرنا البيان بدعم الشرعية. لقد كانت هناك ردود أفعال رسمية وشعبية في تركيا إيجابية للغاية بخصوص الموقف المتقدم لدولة قطر. التواصل معي عدد كبير من المسؤولين سواء في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة الوزراء وزارة الخارجية، وجميعهم حقيقة يعني أشادوا بالموقف القطري وبالالتزام
الوزير بالعلاقات الأخوية الصادقة والمتنوفة. كما شكروني على مشاركتي في جلسة البرلمان الاستثنائية الطارئة لكوني السفير العربي الوحيد الذي حضر الجلسة إلى جانب السفير الفلسطيني في ظل حضور ما يقارب من 75 دبلوماسي أجنبي وفي ظل غياب عرب، مع العلم أنهم أي السلطات التركية تواصلوا معي وتمت دعوتي للحضور ووجهت كذلك دعوات إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في تركيا. ما أود ذكره هنا هو أنه عند وصولي إلى المحيط الخارجي لمبنى البرلمان صراحة فوجئت بمشهد صادم، حقيقة لم يسبق لي أن وجدت نفسي في هذا الوضع أبدا، حيث كنت أحاول التقدم وسط عشرات الآلاف من المواطنين الذين يحيطون بمبنى البرلمان ويهتفون بصوت واحد إدام ستيورز إدام ستيورز، بما يعني أن نحن نطالب البرلمان بفرض عقوبة الإعدام لهؤلاء الانقلابيين بلغتهم. وعندما صراحة دخلت إلى مبنى البرلمان ذهلت من حجم الدمار صراحة والخراب الذي أصاب المبنى في مدخله وفي قاعاته نتيجة القصف الذي تعرض له من قبل المجموعة الانقلابية، تعرض إلى أربع استهدافات منهم البرلمان. حجم الأرض الضرع كان كبير وكان المشهد صراحة مؤثر حقا يعني. نريد أن ننتقل حول نتحدث عن العلاقات الاقتصادية القطرية التركية وكيف تصفها وانعكاس حجم التبادل الاقتصادي الذي فاق المليار دولار العام الماضي والذي تمثل في العديد من المجالات الاقتصادية، كيف تقرأها في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها تركيا؟ لقد حققنا نحن كقطر حققنا قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، يعني كإحنا بالعلاقة مقارنة بالسنوات العشر الماضية. لكن مع ذلك مهما حصلنا تكلمنا عن حجم التبادل، ما زلنا نقول ان حجم التبادل لا يزال دون مستوى الطموح ودون المستوى الممتاز الذي وصلت اليه وتتمتع به العلاقة الثنائية بين البلدين. نركز على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونحاول ان رفعه من الحجم الحالي الذي يبلغ ما بين تقريبا يعني 1.4 الى 1.9 يعني مليار دولار الى 3 مليار دولار كمرحله اولى، ومن ثم ان شاء الله الى 5 مليار دولار ان شاء الله لاحقا. كما نبحث توسيع في حجم الاستثمار في المشاريع المتعلقه وبالبنى التحتيه والسمات المرتبطه بالاستعدادات لاستضافه كاس العالم لكرة القدم في الدوحة عام 2022. خلال الفترة الماضية كان لنا استثمارات وكانت رسمية أو للقطاع الخاص القطري في مجالات متعددة لا سيما في البنى التحتية وفي الإعلام على سبيل المثال هناك ديجي تورك، وفي القطاع المصرفي هناك فاينانس بنك الذي امتلكه بنك قطر الوطني مؤخرا، وكذلك آبنك الذي امتلكه كذلك فيه نسبة كبيرة ما يقارب تقريبا 75% اللي هو البنك التجاري، وهناك مشاريع كبرى ما زالت في مجال الطاقه لا يزال البحث فيها جاري. نحن متفائلون جدا بالمستقبل فيما يتعلق بمستقبل العلاقات ان شاء الله الاقتصاديه بين البلدين، ونعمل بجهد واخلاص من اجل ان تتوافق نتائج جهودنا مع تطلعاتنا وامالنا، خاصة يعني بعد انطلاق اللجنة الاستراتيجية العليا للبلدين، حيث تكلل الاجتماع الأول الذي عقد في الدوحة في ديسمبر 2015 وكان برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومن الجانب الآخر برئاسة الرئيس التركي بالنجاح التام والحمد لله. فتم التوقيع على تقريبا 16 أو تم التوقيع أصلا على 16 اتفاقية في مجالات متعددة سواء في الاقتصاد والمالية العامة والتعليم والبنية والنقل والأمن والصحافة وكذلك الإعلام والأرشيف والبحث العلمي والطاقة، وآخرها اللي هو كان رفع التأشيرات بين الدولتين الذي دخل حيز التنفيذ في تقريبا 28/5 هذا العام. سعادة السفير نعم سعادة السفير، أنا في الحقيقة أحب أني أنا أرجع للوصف اللي وصفته
يعني لما تكلمت عن ذهابك إلى البرلمان والحشود الموجودة هناك، وفي ظل وجودك أنتم يعني كبعثة دبلوماسية حابين حقيقة نطمن على سلامتكم وسلامة القطريين الموجودين، وأنتم كسفارة كذلك دولة قطر في تركيا، يعني كيف تعاملتم مع الموقف هناك وفي ظل وجود عدد من الرعاية القطريين لديكم؟ أولا في البداية في إطار الإجابة على هذا السؤال، أنا أتوجه بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني على تواصله معنا للإطمئنان ولتلبية أي متطلبات قد تكون بحاجة إليها يعني خلال فترة المحاولة الانقلابية. كما أشكر كذلك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية الذي عملنا في البعثة الدبلوماسية على ضوء توجيهاته، وقد عملنا في ظل هذه التوجيهات على إنشاء غرفة عمليات للتعامل مع الوضع والتطورات الأمنية للتأكد من أمن وسلامة المواطنين القطريين. وكنت على تواصل دائم ومباشر مع المسؤولين كذلك في وزارة الخارجية لوضعهم في صورة التطورات الجارية أولا بأول. وبقينا نعمل في البعثة الدبلوماسية بشكل متواصل دون أي استراحة حتى لمدة 48 ساعة. وقمنا بتعيين يعني دبلوماسيين من السفارة وهم الإخوان اللي صراحة أريد أن أذكر أسماءهم، السيد عبد الله النعيمي والشيخ عبد العزيز الثاني، وكذلك من القنصلية في إسطنبول كان الأخ خالد صليبي القنصل العام، وكذلك السيد منصور المنصوري كنقاط اتصال للمتابعة. وحيث تم كذلك تخصيص طائرتين لنقل المواطنين الراغبين في المغادرة من مطار أتاتورك ومطار صبيحة في إسطنبول، والحمد لله تمت إدارة الأزمة بنجاح تام بشهادة الجميع. ولا يفوتني هنا كذلك أن أشكر أيضا صراحة الخطوط الجوية القطرية لتجاوبها معنا وتعاونها وعلى رأسها سعادة السيد أكبر الباكر. واسمح لي من خلال إذا عندي بس كلمة أوجهها للأخوة القطريين من خلال قناتكم برنامجكم هذا، رسالة إلى الأخوة المواطنين القطريين سواء كان اللي في تركيا أو اللي في الدوحة، لأطمنهم بأن الأمور تسير على ما يرام في تركيا وأن الحياة عادت إلى طبيعتها ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق أو الخوف إن شاء الله. نحن كنا وسنكون إن شاء الله متوافرين على مدار الساعة للمساعدة والإجابة عن أي استفسارات قد تكون موجودة لدى المواطنين في أي وقت. نعم، نتمنى لكم السلامة ولجميع الرعاية القطرية المتواجدين في تركيا. شكرا جزيلا لك سعادة السيد سالم بن مبارك الشافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. شكرا لكم وللمسؤولين وعاملين وعليكم العافية وبيض الله وجهكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانب من الحوار بيني وبين سعادة السفير سالم بن مبارك الشافي. ننتقل لضيوفي. أستاذ جابر أبدأ معك، كيف تقرأ ما قاله سعادة السفير؟ أولا ما أشار إليه في الاتصال الذي أجراه سمو الأمير في اللحظات الأولى خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت هي حقيقة منسجمة، يعني هذه المواقف القطرية منسجمة مع المبادئ مع القيم متوافقة مع منطلقاتها الدينية التي تدعو دائما إلى الوقوف مع المظلوم والانتصار له. رأينا ذلك في مواقف شتى خلال السنوات الماضية، واليوم مع الأخوة في تركيا رأينا من اللحظات الأولى رغم كل يعني اللبس الدائر في اللحظات الأولى إلا أن قطر حسمت أمرها وقالت كلمتها وانتصرت للشرعية ووقفت مع الشقيقة تركيا في اللحظات الأولى، سواء كان باتصال سمو الأمير الذي أشاد وأكد تضامن قطر أو ببيان وزارة الخارجية أو باتصال وزير الخارجية. كل هذه المواقف في اللحظات الأولى، كان أول زعيم يتصل وأول دولة تصدر بيان تضامن ووقوف وإدانة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها بعض العناصر
الخارجة على القانون في الشقيقة تركيا. طبعا عن العلاقات الثنائية ربما من تابعها خلال السنوات الماضية، يعني على سبيل المثال سعد السفير قال أن في 2016 ما يقارب من أكثر من 1.5 مليار. لو رجعنا قليلا في عام 2000 على سبيل المثال لم يكن التعاون بين البلدين يتجاوز 30 مليون دولار. صح. هذا الرقم وهذا التعاون وفي قطاعات مختلفة وعدد الشركات التي تعمل اليوم في قطر، الشركات التركية وحجم رأس المال التركي الموجود في قطر والعكس أيضا في الاستثمارات القطرية هناك، هي حقيقة تعكس متانة وقوة العلاقات بين الطرفين وأين وصلت حقيقة. اليوم دائما يضرب في هذه العلاقات أنها علاقات نموذجية، علاقات تحتذى في كيفية التواصل. اليوم في أي لحظة سمو الأمير يمكن أن يكون في أنقرة، الرئيس أردوغان يمكن أن يكون في الدوحة، المسؤولين الآخرين في تواصل دائم. بالأمس كما أشار السفير كان سفيرنا ربما السفير الوحيد العربي إضافة إلى سفير دولة فلسطين المتواجد، وهذه نقطة حقيقة سلبية أن الجانب العربي يغيب عن تركيا ليس في هذا الموقف، إنه حتى في مواقف سابقة. يعني دعني أنتقل كذلك لأستاذ عبد الله بعد التحية. أستاذ عبد الله، يعني الرئيس العربي الوحيد أو السفير العربي الوحيد الذي شارك في الجلسة البرلمانية والسفير القطري في ظل غياب زعماء العرب كما تفضل بذلك سعادة السفير، كيف قرأت أو رأيت كلام سعادة السفير في هذا الاتصال الذي تكلمنا فيه؟ طبعا ما قام به سعادة السفير من الحضور هو ترجمة حقيقية للدبلوماسي النشط الذي ينفذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله. فهذه هي سياسته، التواصل دائما، عدم القطيعة، فما بالك مع الأشقاء، دولة مهمة مثل تركيا. عندما ترى البيان الذي صدر يركز على أن الأمير اهتم بالشعب التركي الشقيق، التفاف الشعب التركي الشقيق، إذ أنه حالة شبيهة بما لدينا هنا في دولة قطر، تمثل التفاف الشعب حول القائد، حول الأمير شيخ تميم. هذا هو أساس وصلب الدعم القطري وهذا الموقف من الشعب التركي. هذا الموقف لا يستغرب، فعندما حدث الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي في مصر، على الرغم من ذلك إلا أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عندما كان وليا للعهد أمر بإرسال شحنات غاز تحتاجها مصر، وبعد الانقلاب العسكري لم يوقفها لأن هذه الشحنات من الغاز كانت تتجه للشعب المصري. إذن دولة قطر دائما تحرص على تعزيز التواصل مع الشعوب. النظام في تركيا الآن أو رأس الحكومة أو رأس الدولة هو تعبير حقيقي لإرادة الشعب التركي، وعدم استقرار تركيا هو خطر على المنطقة كلها وليس على تركيا وحدها. فتركيا على بوابة أوروبا وتقع في محور مهم جدا وهي عامل استقرار، خصوصا بعد الغياب الموازين العربية، القوى العربية مثل العراق وسوريا. هناك نظرة عميقة لدى دولة قطر، وأنا أعتقد بأن الموقف الحاسم الذي اتخذه صاحب السمو هو بناء على استراتيجية وليست موقف لحظي، وكان يعرف بأن الشعب التركي الذي كان بطل هذا المشهد كله سينتصر لما اختاره هو، ولن يتخاذل ولن يبتعد عنه، فكانت المراهنة على إرادة الشعب التركي. أما مسألة الحضور فأنا أعتقد أن سعادة السفير هو لم يكن يمثل قطر فحسب، بل يمثل قطر ويمثل دول مجلس التعاون ويمثل كل العرب، فإذا حضر أي سفير فهو يمثل البقية، لكن هذا يعكس مدى اهتمام دولة قطر بالحضور في الجلسة المنددة لهذا الانقلاب العسكري الفاشل، لا سيما وأن هذا الانقلاب لأول مرة في الانقلابات في تاريخ تركيا يقومون بقصف البرلمان. وتحدث لك سعادة السفير سالم بن مبارك الشافي عن الأضرار التي رآها. أنا أعتقد بأن دولة قطر لم تنسج هذه العلاقة بالأمس، هي علاقة قديمة، ولذلك تجد أن دولة قطر تتمتع بأقوى علاقة عربية مع الشقيقة تركيا. لماذا؟ لأنه منذ أيام الأمير الوالد كان هناك
بعد نظر بأنه يجب أن يكون هناك تواصل مع القوى الإقليمية الفاعلة. واليوم تركيا استقرارها وأمنها هو أمن للعالم كله وليس فقط لتركيا، وبالتالي هو أمن لقطر ولكل دول الخليج التي ستتأثر سلبا لا قدر الله إن وصل العسكر إلى تركيا وقاموا بإفساد الاقتصاد، وسندخل في موجة عنف لا قدر الله وقمع نحن جميعا المنطقة لا تستحمل، فهي تمر بزلزال حقيقي ولا نحتاج أن يكون الأمر أسوأ مما هو عليه. سنتواصل في هذا الحوار، لكن قبل ذلك ننتقل في تقرير أو لقاء خاص لتلفزيون قطر أجرت هذه المقابلة مع سعادة السيد أحمد ديميروك سفير الجمهورية في التركية لدى الدولة لتسليط الضوء أكثر على الموقف الرسمي التركي حيال تطور الأحداث والاتصال الذي أجراه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. كان من المهم جدا دعمه ومساندة الدول الأخرى لنا، ولقد كانت قطر من أوائل الدول دعما وتضامنا مع تركيا والشعب التركي، وإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني كان من أوائل القادة الذين اتصلوا بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذا يظهر العلاقة القوية بين القيادتين. إذن بعدما سمعنا هذه الكلمة من سعادة السفير التركي، وأعود بالحوار مع ضيفي الكرام، نريد أن نتكلم عن اتصال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أول زعيم تحدث وقام بالاتصال وهنأ الرئيس رجب طيب أردوغان بالتفاف الشعب حول القيادة. كيف يترجم هذا الاتصال قوة ومتانة العلاقات القطرية التركية، خصوصا في وقت حساس مثل الوقت الذي تمر فيه تركيا اليوم؟ بالتأكيد اليوم المنطقة كلها تموج، واستقرار حقيقة دولة مثل تركيا استقرار هو للمنطقة كلها بالفعل، لأن أي خطر بزعزعة أمن واستقرار تركيا سوف ينعكس سلبا على المنطقة، وسوف تكتوي دول المنطقة بنيران عدم الاستقرار. رأينا العسكر وتصرفاتهم ما حدث في دول أخرى، وبالتالي لا قدر الله إذا ما نجحت هذه المحاولة كان ذلك سوف يكون مؤشر سلبي جدا على المنطقة كلها. هذا الاتصال وهذا المبادرة التي قادها سمو الأمير كأول زعيم وأول رئيس يتصل بالرئيس أردوغان، ويراهن الجميع الزعيمين على أن الشعب التركي سوف تكون له الكلمة الفصل. وبالفعل بعد لحظات من خطاب الرئيس أردوغان رأينا كيف هذه الحشود المليونية التي زحفت إلى الشوارع لكي تحمي مسيرة الديمقراطية وتحمي الخيار الذي وإرادة الشعب التي أتت بهذه القيادة التركية إلى الصدارة وإلى قيادة تركيا. كان الرهان حقيقيا أن خيار الشعب وإرادة الشعب هي التي سوف تنتصر في نهاية المطاف. لذلك رأينا أن الأمير دائما والقيادة القطرية دائما تنتصر إلى خيارات الشعوب. رأينا ذلك بدءا من الربيع العربي في بداياته عندما انطلق في تونس، مرورا بكل العواصم التي مر بها، كيف وقفت قطر إلى جانب خيار الشعب وإرادة الشعوب في خياراتها وفي من تختاره إلى قيادة البلد. اليوم في تركيا رأينا هذا الموقف، وبالتالي هو ليس بالغريب أو الجديد على القيادة القطرية التي تنتصر إلى حقوق الشعوب وتنتصر إلى خياراتها. هذه العلاقة الممتدة والمتداخلة بين قطر وبين تركيا هي اليوم خطط خطوة جديدة وارتقت مراكز متقدمة في التعاون، ومن المؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيزا وتداخلا وتكاملا في ليس فقط في الجانب الاقتصادي، إنما حتى في الرؤية لمعالجات ملفات المنطقة المتفجرة في أكثر من صعيد. اليوم قطر وتركيا ربما نظرتهم واحدة لهذه الملفات، سواء كان في سوريا، في العراق، ملفات الإرهاب، أهمية
التواصل والتنسيق في المحافل الدولية، رأينا خطوات عملية في هذا الجانب، تنسيق يصل إلى مرحلة التكامل بين البلدين. هذه المرحلة سوف تتعزز اليوم بالحكومة التركية التي أعتقد أنها بدأت اليوم. تركيا بعد 15 يوليو هي ليست كما كانت قبله. كنت على وشك طرح هذا السؤال، هل ستتغير تركيا برأيك قبل حادثة الانقلاب الفاشلة وبعدها؟ الحكومة التركية أو حزب العدالة في آخر انتخابات ما يقارب 50 أو 52% حصل من تأييد الشعب. اليوم تركيا كلها مع هذه الحكومة، حتى أولئك الأحزاب المعارضة، أولئك الذين اختلفوا مع رجب أردوغان، وهذه واحدة من الأمور الإيجابية التي تحسب للشعب التركي وتحسب للأحزاب المعارضة وتحسب للذين اختلفوا مع الرئيس أردوغان. رأيناهم كيف اصطفوا، كانوا أكثر حماسا ربما في الخطابات، عبد الله قول الرئيس السابق وأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء، رأيناهم كيف تصدروا المشهد في دعوة الجماهير للحفاظ على مكتسبات وعلى منجزات مسيرة الديمقراطية التي تحققت حقيقة، أحدثت نقلة نوعية لمسها الشعب التركي. الشعب التركي الذي خرج اليوم لم يخرج لأن فقط لبى نداء الرئيس أردوغان، إنما خرج حقيقة لأن هذا الرئيس بقيادته حققت تركيا منجزات كبرى لمسها الشعب التركي في حياته وفي ديمقراطيته وفي حضور تركيا في المحافل الدولية التي أحدثت مكانة عالية متقدمة بين الدول وفي التكتلات العالمية. أستاذ عبد الله، اتصال وزير الخارجية القطرية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بنظيره التركي، وكذلك بيان وزير وزارة الخارجية بالإدانة واستنكار المحاولة الانقلابية الفاشلة وتضامنها مع جمهورية تركيا قيادة وشعبا في كافة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها للحفاظ على أمن واستقرار تركيا، يعني هذا الاتصال جاء تأكيدا لوقوف دولة قطر وتضامنها قيادة وشعبا مع الحكومة التركية، ما رأيك بذلك؟ طبعا مما لا شك فيه أن وقت اتصال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بنظيره التركي كان في وقت متأخر، كنت أتابع الجزيرة وأتابع الأحداث أولا بأول، وهذا يؤكد حقيقة أن وزارة الخارجية في حينها شكلت لجنة أو خلية طوارئ للتواصل مع السفارة في أنقرة وإنشاء يعني تخصيص مجموعة تكليف مجموعة من الدبلوماسيين القطريين للاهتمام بشؤون القطريين المتواجدين هناك ولمساعدة تكوين صورة حقيقية لما يحدث في تركيا. وما رأيناه حقيقة من التفاف الشعب التركي بما فيه المعارضة، لا أتحدث عن المعارضة السابقة أو أعضاء سابقين في حكومة أردوغان مثل ما تفضل الأستاذ جابر وهذا مهم جدا، ولكن حتى الأحزاب العلمانية والقومية والأكراد وقفوا ضد عودة العسكر إلى السلطة في تركيا، وهذا يعكس نضج المعارضة. هي ليست معارضة كرتونية تصفق للعسكر إذا انقلبوا على خصومهم، خصوصا أنهم رأوا ما حدث في دول كثيرة، ولذلك كان موقف قطر موقف صحيح. وحرص وزير الخارجية على التواصل مع وزير الخارجية أثناء الأزمة يؤكد مدى موقف قطر المبدئي. البعض يعتقد أنه مغامرة كان يجب على قطر أن تتريث أكثر، ولكن أنا أعتقد بأنه موقف واضح واستراتيجي ومبدئي، وكان موقفا مشرفا ويمثلنا كلنا. اتصال سمو الأمير بأردوغان وحديثه بالفعل يمثل قطر حكومة وشعبا التي ما دأبت على دعم الشعوب واختيار الشعب بالضبط، وهذا ما تقوم به دائما قطر، ولذلك هي دعمت الحكومة المختلفة في تونس أيا كان الرئيس مؤقت رئيس دائم أيا كانت الحكومة، ستجد قطر دائما تتعامل بواقعية إذا كان هذا هو خيار الشعب. ولذلك يجب أن نؤكد على أن الشعب التركي لديه وعي، ويجب أن يكون هذا الوعي لدينا جميعا،
لا نريد أن تقوم أي جيوش في المنطقة بقلب أنظمة الحكم، سواء كانت أنظمة ملكية أو أنظمة جمهورية، لأن قبول هذه الممارسات من العسكر ستجر على المنطقة ويلات، خصوصا أننا لم نعرف التخلف الذي شهدته الأنظمة في المنطقة العربية التي يحكمها العسكر إلا منذ أقل من 100 سنة. قبل ذلك كانت دول متقدمة في أنظمة ملكية تتطور تزداد فيها المشاركة الشعبية، ولكن ما حدث بعد الانقلابات العسكرية جرى الويلات علينا وعانت منها تركيا. ولكن هناك نضج لدى المعارضة التركية رأيناه جميعا، ووعي قطري بحقيقة الشعب التركي الذي أوصل أردوغان. الرهان كان على الشعب التركي نفسه وليس على شخص أردوغان. أردوغان اليوم موجود ولكن سيذهب غدا في يوم من الأيام. فالعلاقة هنا علاقة بين الشعوب، قطر نفسها كدولة مع دولة تركيا، سواء كان من يحكمها حزب العدالة والتنمية أو حزب معارض. هذه العلاقة هي علاقة استراتيجية وثابتة، ولذلك تطورت كما تفضل الأستاذ جابر، لم تكن قبل 10 سنوات تتجاوز التجارة البينية بين البلدين 10 ملايين دولار. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 1.5 مليار دولار، وهي في ازدياد. كما أثني على جهود سعادة السفير لدعم الشركات القطرية والمستثمرين القطريين للاستثمار في تركيا ودعوته للشركات. وهذا النشاط الذي رأيناه حقيقة يجب أن نشكر وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، نشكر الأمين العام لوزارة الخارجية، المكتب الصحفي السفير أحمد الرميحي كان له دور فعال. كانت البيانات تخرج في وقت متأخر ولكنها كانت بيانات رصينة معبرة ومشرفة لكل قطري. بل إن أنا أقول لك بأن الكثير من العرب قالوا بأن موقف قطر الرافض لانقلاب العسكر على النظام وعلى الدستور في تركيا هو يمثلهم ولا يمثل القطريين وحسب، وهذا يبعث الفخر لدي ولدى كل قطري. نعم. سنواصل هذا الحديث، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن العلاقات السياسية القطرية والتركية ومراحل تطورها خلال الأعوام الماضية، والزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وكذلك زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة وما كان لها من بالغ الأثر في متانة وتقوية العلاقات. فلنتابع. تأكيدا على وقوف دولة قطر المبدئي مع الشرعية الدستورية، بادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الاتصال بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مهنئا إياه بالتفاف الشعب التركي حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل. كما أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، عبر فيه عن تضامن دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة، ودعت وزارة الخارجية في بيان لها إلى احترام إرادة الشعب التركي ونبذ العنف. هذا الموقف يأتي في سياق العلاقات القطرية التركية الممتازة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا جسدته الزيارات المتبادلة بكثافة بين قيادة البلدين. وقد شهدت زيارة أردوغان الرسمية إلى الدوحة في شهر ديسمبر من العام 2015 انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. كما أدى حضرة صاحب السمو 3 زيارات إلى تركيا خلال العام الجاري لبحث تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا وتطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة. تطور العلاقات السياسية بين قطر وتركيا ومواجهة البلدين تحديات أمنية مشتركة في منطقة تعاني من عدم الاستقرار، توج بإبرام اتفاقية عسكرية هي الأولى من نوعها في علاقات تركيا الاستراتيجية مع دول الخليج العربي. فقد جعلت قطر وتركيا من التقارب في المواقف السياسية وتطابق وجهات النظر إزاء كبريات القضايا أرضية للعمل المشترك، تعزيزا للأمن القومي في معناه الشامل، وتطويرا للشراكة الاقتصادية والثقافية التي تنهل من ماضي الحضارة الإسلامية العريق وتتطلع إلى الإسهام بكفاءة عالية في غدها المشرق. علاقات ثنائية ممتازة تطورت بفضل إرادة قائدي البلدين اللذين تحدوهما عزيمة قوية لتحقيق النهضة والرقي ودعم الرخاء والاستقرار لشعبيهما. إذن نتواصل في هذا الحديث. أستاذ جابر، أنا حاب أن أقتبس كلمة قالها أستاذ عبد الله
في بداية الحوار عندما تكلم عن سعادة السفير القطري أنه ممثل لقطر وممثل للخليج وممثل كذلك للعرب، ففي ذات السياق شاهدنا وسمعنا ترابط خليجي ورأي موحد تجاه هذه العملية الانقلابية الفاشلة وتضامن مع الشعب والحكومة التركية، ما هو تعليقك؟ اليوم مواقف قطر حقيقة هي مشرفة وترفع الرأس ليس فقط القطريين حقيقة. اليوم الشعوب العربية دائما تنظر بوصلة قطر إلى أين وتثق بهذه المواقف، وبالتالي عندما كان سعادة السفير سالم بن مبارك في البرلمان حاضرا كان بالفعل هذه الشعوب وهؤلاء الأخوة العرب ينظرون على قطر أنها بالفعل تمثلهم، وأن قطر إذا ما حضرت فهي تمثل شقيقاتها الخليجية إضافة إلى الأخوة العرب. عندما تتواجد في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة وفي هذا الموقف وتؤكد وقوفك ليس على أنت على المستوى القيادي من هرم السلطة، أول زعيم يتصل وزارة الخارجية في اللحظات الأولى من الوزير لوزير الدولة للأمين العام لكل كادر الوزارة، في تواصل دائم مع الأشقاء في تركيا ومع السفارة القطرية ومع سعادة السفير في تركيا للإطمئنان على القطريين. وأيضا بالمناسبة السفارة القطرية لم تكتفي بتقديم خدماتها للأخوة القطريين المتواجد، إنما أيضا قدمت خدماتها للأشقاء الخليجيين المتواجدين ومن أتى إليها من الأخوة العرب، ويعني كثر من أقبل لكي يحصل على خدمات السفارة القطرية في سواء كان في أنقرة أو في إسطنبول بالدرجة الأولى. لذلك اليوم مواقف قطر هي البوصلة بالنسبة للشعوب العربية، وأصبحت عندما قطر تتخذ موقف يرون أنه يرفع الرأس وأنه مشرفا وأنه يحقق ويمثل هذه الشعوب العربية، لأنها أصبحت هي مواقف مبدئية بعيدة تماما عن أجندات وبعيدة تماما عن المصالح الشخصية، هي مواقف تلبي تطلعات هذه الشعوب العربية وتنحاز إلى قضاياها وتسعى دائما إلى تقديم ما لديها من إمكانات لخدمة شقيقاتها الدول العربية والدول الصديقة والدول الإسلامية وشعوبها، ولم تتوانى قطر يوما من تقديم هذا الدعم وهذه المساندة لكل الأشقاء الذين تواصلوا معها ولديها مبادرات نوعية على أكثر من صعيد سواء كان على المستوى الرسمي كدولة أو من خلال منظمات المجتمع المدني المؤسسات الخيرية. كل هذه المنظومة القطرية وضعت من أجل تقديم الدعم والمساندة لكل الأشقاء. لذلك اليوم عندما نتحدث عن قطر نتحدث عن مواقف مشرفة على أكثر من صعيد، وفي كل عندما يحين لحظة اللحظات الدقيقة تجد قطر في مقدمة الصفوف وفي مقدمة من يتخذ موقفا واضحا مبدئيا يخدم هذه القضايا. نعم استاذ عبد الله، يعني عندما نتحدث عن قطر مثل ما تفضل الاستاذ جابر فنحن نتحدث عن رؤيه واضحه وسياسه واضحه تلبي رغبات الشعوب في الحريه والعيش الكريم، تعليقك؟ طبعا دعنا نعود اولا الى موضوع لا قدر الله لو نجح الانقلاب العسكري في تركيا ما الذي سيحدث؟ هناك اكثر من 2 مليون لاجئ سوري ومدارس أسهمت دولة قطر والجمعيات الخيرية مثل ما تفضل الأستاذ جابر الحرمي يتحدث عنها لتدريس هؤلاء الطلبة. لنتخيل أن العسكر قاموا بالانقلاب والسيطرة على تركيا، ما الذي سيحدث لأكثر من 2 مليون لاجئ؟ هل سيعودون إلى سوريا أم سيتدفقون إلى أوروبا؟ ما هو حجم الخلل الذي يمكن أن تعاني منه القارة الأوروبية والقارة الآسيوية من انقلاب في دولة بحجم تركيا؟ نعود الآن إلى الأنشطة القطرية. قطر كان لها أنشطة لمساعدة أشقائنا السوريين، وهذا ليس لنا فيه من ولا فضل لنا، هذا واجبنا تجاه أشقائنا السوريين، لكن ساعدتنا تركيا في مساعدة أشقائنا اللاجئين بفتح هذه المخيمات الكبرى، و ساعدت قطر في أنها
تقدم هذه الخدمات لأشقائنا الذين علينا واجب نصرتهم وإيواءهم وتعليمهم لكي لا ينخرطوا في أنشطة إجرامية لا قدر الله، أو ندخل في مزيد من التطرف والعنف. إن ما قامت به تركيا مع قطر على مستوى النشاط الإنساني احتوى هذه الأسر، هذه الملايين، لكي تنعم بعيش حتى تستقر سوريا وتعود. أي خلل في تركيا سيؤثر علينا جميعا وسيخدم مشاريع أخرى تطمح في أن تكون هناك تركيا فيها فوضى لكي تؤثر على أمن منطقة الخليج. ولهذا كان لازما علينا أن نشعر بالتقدير والاحترام لموقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعمه للشرعية الدستورية ورفضه للانقلاب العسكري في تركيا، الذي لا قدر الله لو حدث لكنا سنعاني من زلازل لا نعرف إلى أين ستصل لا قدر الله، خصوصا أن عندنا عدم استقرار في اليمن، عدم استقرار في العراق، سوريا، فما بالك إذا أضفت إليها تركيا. ما الذي بقي في المنطقة من عوامل الاستقرار لا قدر الله؟ ولذلك كان رهان قطر على العلاقة القوية والدعم. مثل ما تفضل سيد عبد الله أن تركيا هي دولة محورية خصوصا في موقعها الجغرافي وفي قوتها الاقتصادية وعلاقتها وربطها بين الشق الأوروبي والشق الأسيوي أو الخليجي والعربي كذلك. نعم. فأي زعزعة الاستقرار تركيا قد يعني يؤثر على جميع الملفات الحساسة الملتهبة في الوطن العربي. هذا أمر لا شك فيه ولا يتناطح عليه تيسان كما يقول المثل، ولذلك كان لزاما على دولة قطر أن تتخذ هذا الموقف لأنه موقف استراتيجي وموقف مبدئي وليس مبدأ وليس قرار اتخذ في لحظة ما، بل هو موقف حقيقي وموقف استراتيجي مبدئي لدعم قرار الشعب التركي. مهما كان قرار الشعب التركي ستجد دولة قطر تدعم هذا القرار ولن تقف ضده بأي شكل من الأشكال، وهذا ما أثبتته التجارب المختلفة في دول الربيع العربي، مثل ما تفضل الأستاذ جابر الحرمي عندما رأينا في تونس قطر وقفت مع من اختاره الشعب التونسي على مختلف المراحل والسنوات. نحن نتحدث من 2011، نحن الآن في 2016، نتحدث عن 5 سنوات ما زالت دولة قطر تقريبا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تدعم الحكومة، أول موقفها إلى هذا اليوم لم يتغير موقفها، ما زالت على نفس موقفها المبدئي من تونس واستقرار تونس. والأمر أيضا ينطبق على كل الدول العربية والدول الإسلامية، ولذلك تجد هناك نشاط إنساني واجتماعي تقوم بأيضا وزارة الخارجية في باكستان، تعليم الصغار من ضمن سياسة قطر لصندوق التنمية الخاص بالأمم المتحدة، وجهته دولة قطر الدول العربية والدول الإسلامية لخلق التعليم وإيجاد الاستقرار وكأسلوب من أساليب مكافحة واحتواء التطرف الذي ينتج عن الفقر وفقدان الأمل الذي أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عندما قال نحن علينا معالجة أسباب الإرهاب، مواجهة الإرهاب ولكن معالجته من الجذور. المشكلة ليست في الإسلام وليست في ما يسمون الإسلام السياسي، المشكلة الحقيقية هي في فقدان الأمل. هذا الشباب اليائس عندما لا يجد هناك مجالا لعمل ولا طموح ولا توجه لديه تفريغ سينفجر في لحظة من اللحظات، ولذلك اختارت قطر أن تدعم الاستقرار في تركيا حتى لا نعاني من عوامل عدم استقرار في منطقة هشة وملتهبة جدا. نعم، سنتواصل في هذا الحوار، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى اللقاء الخاص الذي أجريناه مع سعادة السيد أحمد ديميروك سفير الجمهورية التركية في الدولة، والذي أكد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. تمتاز العلاقات التركية القطرية بالتطور، وإذا أردنا أن نقيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين نجدها تسير بشكل جيد، مع رغبتنا أن ترتقي أكثر لتصل حد المستوى الحقيقي، وهنالك مجهودات جدية من قبل حكومتي وقيادتي البلدين إلى تطوير هذه العلاقات، مما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ نحو 1.3 مليار دولار. إن شاء الله iki hükümetinin de karşılıklı çabalarıyla bunu. إذا نتواصل في هذا الحوار سيد جابر، أنا حاب أتكلم عن المواقف الدولية والمنظمات الدولية، مثل رابطة العالم الإسلامي، الأمم المتحدة كذلك.
عدد من الدول رحبت بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا، وضعها الطبيعي في إطار الشرعية الدستورية وإرادة الشعب التركي. رؤيتك في ذلك؟ صحيح، رحبت بعدما فشل الانقلاب. هناك بعض الأطراف الدولية للأسف كانت لها مواقف ملتبسة وفيها يلفها الغموض، يعني الغموض في البداية، خاصة ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، ما يتعلق بالتصريحات الأمريكي. مواقف بعض الأطراف لم تكن واضحة في بداية العملية الانقلابية، إنما ظلت مواقفها يعني تقدم رجلا وتؤخر خمسا. للأسف الشديد عندما فشل هذا الانقلاب أصبحت تتراكض وتتسابق بعض الأطراف على إدانة وعلى التأكيد على دستورية وشرعية الحكومة التركية. لم تكن هناك مواقف واضحة وصريحة ومنددة ومستنكرة لما تم في تركيا سوى الموقف القطري. لست لأنني قطريا، لكن هذا ما أثبته اللحظات الأولى للعملية الانقلابية الفاشلة التي قامت بها بعض الأطراف. والاتحاد الأوروبي كذلك، الاتحاد الأوروبي تصريحاته كانت للأسف أن دعونا قال العملية الانقلابية تبدو كبيرة وواسعة، وربما كما أشار أن يعني وبعض الأطراف قالت أنها كانتفاضة سمتها في الجيش التركي، على الرغم هي عناصر محدودة. لذلك أعتقد أن موقف قطر هو الشامة البيضاء في هذه المواقف الدولية جميعها بلا استثناء. تلك الأطراف التي كانت مترددة وربما كانت تنتظر نجاحا للانقلابيين لكي تحقق أجندة أخرى لديها، سواء كان في إثارة الفوضى في هذه الدولة تركيا التي تفصل الشرق والغرب، وهي النقطة المحورية كما أشار إليها الأخ عبد الله. تركيا بهذا الحجم 80 مليون، بهذا الاقتصاد، بهذه القوة التي وصلت إليها اليوم، تركيا هي الرقم 16 في الاقتصاد العالمي ضمن مجموعة 20، بعدما كانت في مؤخرة الدول يعني. كانت أكثر من أعتقد 111 ترتيبها اقتصاديا قبل 2002. اليوم الاقتصاد التركي في مراكز متقدمة جدا. النمو رغم الأوضاع الاقتصادية في 2016 في الربع الأول كان 4.8. في جميع الدول الأوروبية لم يكن موجود هذا النمو، حتى تلك الدول في الاتحاد الأوروبي المنضمة التي البعض منها أصبح عالة على الاتحاد الأوروبي، فيما تركيا رفض الاتحاد الأوروبي قبولها بدعاوى مختلفة. أعتقد أن اليوم الصورة أصبحت واضحة أمام الأشقاء في تركيا، وهما ليسوا بحاجة إلى الأطراف الدولية. اليوم الشعب التركي هو الرهان، وهو الذي يتصدى، وهو الذي متواجد في الشارع وفي الميادين وأمام الأماكن والمؤسسات الكبرى، المطار، المنافذ والمؤسسات الحيوية. اليوم الشعب التركي هو الذي يرابط، وهو الذي يتوقع أن يظل في الميدان إلى أسبوع قادم آخر لكي يحافظ على المسيرة الديمقراطية والمكتسبات التي حصل عليها نتيجة المناخ الحرية وحقوق الإنسان التي بثها والتي حصل عليها الشعب التركي الذي عايش فترتين، فترة العسكر وفترة الاستقرار وفترة الديمقراطية. وما نتج عنه الدخل التركي، المواطن التركي كان يقول أنه في 2002 لم يكن يتجاوز 2700 دولار، اليوم يصل إلى ما يقارب من 12 و13 ألف دولار دخل المواطن التركي. لم تكن الأسرة التركية تتمكن من شراء سيارة حتى لو كانت مستعملة، اليوم كل بيت تركي يستطيع ولديه أكثر من سيارة. التأمين الصحي، التعليم، الجامعات التي تجاوز اليوم عددها 170 جامعة بعدما كانت ما يقارب من 80 جامعة في 2002. كل هذه المكتسبات
لا يمكن للشعب التركي أن يفرط فيها، لذلك تجده مرابطاً ويستعد باعتقادي أنه يمكث شهراً من أجل أن يفشل هذه المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي ربما أسرع انقلاب عسكري فشل في العالم كله خلال لحظات. استطاع هذا الشعب بإرادته وبحضوره الفاعل والقوي أن يفشل هذه المؤامرة، والتي تقف خلفها أطراف خارجية عرفة بالتنظيم السري أو الموازي أو الخدمة تحت كل هذه المسميات، لكن بالتأكيد هناك أطراف أخرى تقف وتدعم هذا الكيان الموازي الذي سعى إلى زعزعة الاستقرار وإلى زعزعة الأمن ليس في تركيا إنما في المنطقة كلها. ووجود هذا الترابط وهذا الالتفاف الشعبي حقيقة أفشل هذه المؤامرة التي كادت أن تدخل المنطقة بأسرها في نفق مظلم. أستاذ عبد الله، ما أهمية ترحيب رابطة العالم الإسلامي، يعني هو ربما متابعة لجواب الأستاذ جابر، خصوصا العالم الإسلامي يضم يعني من طرف لطرف منطقة من شاسعة أو مساحة شاسعة من دول العالم الثالثة والتي كما وصفتها تفتقد للأمل. أنا أعتقد بأن البيان الأهم صدر من اتحاد العلماء المسلمين، وصدر حتى قبل أن تفشل تعلن إفشال المحاولة، وصدر هنا من دولة قطر، أعلنها الشيخ علي القرداغي، أعلن بأنه من الكبائر وأنه لا يجوز الانقلاب على الحاكم المسلم بهذه الطريقة ولا سفك الدماء، خصوصا أن هناك سقط ما لا يقل عن 200 من الشهداء بسبب هذه المحاولة الآثمة. وتواجد الأتراك اليوم، المواطن التركي على مختلف توجهاتهم، لأننا رأينا حتى الاتصال الذي حدث بين أردوغان وبين محطة التلفزيون التركية، هذه المحطة معارضة لأردوغان. عندما سيطر الانقلابيين العسكر على محطة التلفزيون الرسمية والتابعة للحزب الحاكم، حدث الاتصال من قناة لم يكونوا يتوقعونها، وهي قناة معارضة للرئيس أردوغان، وهذا يعكس مدى النضج الذي وصلت إليه المعارضة التركية. رأيت إحدى المعارضات تقف أمام الدبابة، وهي معارضة معروفة للرئيس أردوغان، تقول إنني أرفض ما تقومون به، فهل ستطلقون النار علي؟ أنا لا أحب أردوغان ولكن أحب تركيا. إذن كان الرهان القطري رهانا صحيحا، وراهن على الشعب الذي سيستمر. رسالة الشعب اليوم التركي وتواجده في الشارع هي رسالة لكل من خطط ودعم الانقلاب بأننا نحن الأقوى، وأن أردوغان راهن على شعبه، وقطر كانت محقة عندما راهنت على خيارات الشعوب وتطلعاتها. نعم، نتواصل في هذا الحديث، ولكن قبل ذلك دعونا نتابع هذا اللقاء مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب التركي الذي التف حول قيادته الشرعية وإنكاره لمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا. حكومة شرعية 100%، ونزل الشعب كله في الشارع يأيد أردوغان، وهذا الشيء مش غريب عليهم الأتراك. ومن ناحية الخليجية، الشيخ تميم الله يطول في عمره أول من بادر ووقف معاه واتصل فيه تلفونيا في أول الأحداث، هذا يدل قوة العلاقات بين قطر وتركيا. أول شيء في البداية أنا أهني الشعب التركي على انتصار الديمقراطية على الآلة العسكرية. ثانيا هذا ينم على أن الشعب التركي صاحب ثقافة وصاحب معرفة وتجربة ديمقراطية طويلة جدا. داعمين للشعب التركي، وتربطنا علاقات وطيدة مع الشعب التركي، وإحنا غالبا وغالبا مع الشرعية في تركيا ومع الشعب. صراحة الشعب التركي شعب حي، عطى انطباع أن الأمة المسلمة لسه فيها ناس فيهم ضمير فيهم خوف على البلد، أول شيء البلد وبعدين الأمة. الصراحة إحنا كقطريين ما شفنا من الحكومة التركية والشعب التركي إلا كل دعم حق الشعوب الأخرى، خصوصا في فترة الربيع العربي، فهم كانوا يعني حقنا إحنا كالشعوب العربية يعتبر كمثال، ومثال
ممتاز. إذن دعوني أختم معكم ضيفي الكرام سيد جابر كلمة أخيرة عن العلاقات القطرية التركية وموقف قطر الداعم لكل القضايا. بالتأكيد العلاقات مقبلة على مرحلة ازدهار كبيرة. في ديسمبر المقبل هناك اجتماع للجنة الاستراتيجية العليا بين الزعيمين سمو الأمير والرئيس رجب طيب أردوغان. من المؤكد أنها سوف تخطو خطوات أخرى. تركيا أيضا مقبلة على مرحلة جديدة سماها هي حرب التحرير الثانية التي أطلق عليها رئيس الوزراء التركي. حضور تركيا وقوة تركيا اليوم اختلف تماما عن الفترة الماضية. قطر وتركيا أصبحتا اليوم مع أشقاء آخرين في المنطقة صمام أمان لمزيد من الاستقرار ودعم الشعوب المضطهدة. وأتصور أننا بهذا التكامل وهذه الرؤية بين الزعيمين سوف يحقق أو تحقق قطر وتركيا مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات. نعم، دعني أختم كذلك معك سيد عبد الله عن كلمة أخيرة عن العلاقات القطرية التركية وموقف قطر الداعم لكل القضايا وتركيز دوره في حماية حق الشعوب من زعزعة الأمن والاستقرار. لن أقول الصديق وقت الضيق، لكن سأقول الشقيق هذه المرة وقت الضيق. كان موقف قطر مشرف جدا. أنا أشعر بالفخر الكبير أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لديه هذه الرؤية وهذه المبادرات السريعة التي لا تتأخر في دعم الشعب التركي الذي اختار أن يكون هذا هو شكل دستوره، هذا هو رئيسه. كان هذا أمر مشرف بالنسبة لي، حتى أن وسائل الإعلام الإيرانية تردد بأننا أول من أدان الانقلاب العسكري في تركيا ونحن بل أيضا قبل قطر، وهذا إقرار بأن دولة قطر هي أول دولة قامت بإنكار، وكأن يريدون الحصول على فضل الأولوية والأسبقية. نعم، السبق الحمد لله كان لدولة قطر التي لديها قائد لديه بصيرة. أنا طبعا نعلم كلنا أن الاتصال حدث بين الشيخ تميم وأخيه أردوغان كان في وقت متأخر، وهذا يدل على أن قطر كلها من قيادة ووزارة الخارجية وزير الخارجية والوزارة والإعلاميين كلنا هنا كنا نتابع ما يحدث في تركيا لأهمية هذه الشقيقة بالنسبة لنا في المنطقة وفي دولة قطر على وجه الخصوص. شكرا جزيلا لك. في الختام أشكر ضيوفي الكرام سعادة السيد سالم بن مبارك الشافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية الذي كان معنا وانضم معنا عبر الهاتف من تركيا، وضيوفي في الاستوديو السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق والسيد عبد الله العذ رئيس تحرير جريدة العرب. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى أهمية العلاقات القطرية التركية الراسخة وتضامنها ووقوفها بجانب الشعب التركي والذي يأتي انطلاقا من الموقف القطري الثابت باحترام إرادة الشعوب والانحياز الدائم إلى خياراتها، كما نشير إلى الانتصار الذي حققه الشعب التركي وبتلك الإرادة الشعبية الواعية في الانحياز للديمقراطية وخيار الشعب الذي ارتضاه وخرج مدافعا عنه. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه التغطية ونشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لقاءكم في تغطيات أخرى. وفي الختام لكم مني ومن طاقم هذه التغطية الخاصة أجمل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.